قال فرانسوا فاليروي دي غالو محافظ البنك المركزي الفرنسي إن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي سوف تكون خفض الفائدة هذا العام، لكن لا يمكن تحديد الموعد الفعلي لحدوث ذلك. وأوضح دي غالو خلال حلقة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم وأن المهمة لم تكتمل بعد. ورغم ذلك فإن تشديد النقدية أثبت فعاليته حتى الآن وحقق نتائج أفضل مما هو متوقع قبل عام. وعند سؤاله عن موعد خفض المركزي الأوروبي للفائدة أوضح أنه ينبغي حدوث الأمر هذا العام في حالة عدم وقوع أحداث مفاجئة كبيرة.